كلما ارتفعت أثقال المعيشة ورسومها على المواطن زاد نفوذ وثراء من أشعل الحرب، معادلة أصبحت تميز الشارع اليمني بعد الانقلاب أكثر من أي وقت مضى. فهكذا أضحى المشهد، وهكذا أصبحت الإتاوات والرسوم غير القانونية تمثل واقعا أكثر سوداوية على اليمنيين. لم يتوقف الأمر عند حد معين من فرض الرسوم الزائدة والضرائب المزدوجة على كل السلع التي يشتريها المواطن، بل ذهب تحالف الانقلاب أيضا إلى فرض ضرائب باهظة على الأنشطة التجارية، حيث أكد مسؤولون تابعون لسلطة الانقلاب في مصلحة الضرائب أنهم تمكنوا من كسب 7 مليار ريال خلال شهرين من ميناء الحديدة فقط، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول طبيعة نشاط الميناء الذي قالت الميليشيا في وقت سابق بأنه يخضع لحصار. الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء لوحت بورقة الرحيل إلى مناطق أخرى تتوفر فيها البيئة الاستثمارية المناسبة بعد فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الواردة إلى صنعاء وخلق إجراءات وصفت بغير الدستورية على التجار تمارسها مصلحة الجمارك الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي. هذه الإجراءات يقول عنها اقتصاديون إنها تندرج تحت استراتيجية ممنهجة لخنق الأوضاع الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى العوز وسط اليمنيين، ليس فقط في مناطق سلطة الحوثيين بل في كثير من المناطق البعيدة عن سيطرتهم، مما يسهل التأثير على السكان وخلق حالة عدم الرضا من عمل السلطة الشرعية في المناطق المحررة. التجار في العاصمة صنعاء أكدوا قيام الميليشيا بشطب جميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في ميناء عدن والمكلا واستبدالها بإجراءات أخرى في مداخل أمانة العاصمة، بحيث لا يتم احتساب الإجراءات والرسوم الجمركية التي تم دفعها في الدوائر الجمركية السابقة. الضرائب والرسوم المزدوجة على التجار ما تزال تمثل صورة أخرى من صور العقاب الجماعي، وما يزال العبث بقوت المواطن ومقومات حياته هو الثابت الوحيد أمام كل هذه المتغيرات.